معلومات عامة. والسؤال هو: ما هي العملة الرسمية لدولة إثيوبيا؟ شيلين. الشيلين. الشيلين إجابة إيه؟ خاطئة. برافو عليك، إجابة خاطئة. هو البغ أو البغ، مش عارفة بتنطق إزاي. لا، البغ. أنا هاخد إجابة واحدة. ألف لام بغ. البر. البر. الهدف الأول. برافو يا روان، البر الإجابة الصحيحة. هدفين مقابل هدف.